وارلو 360، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الجانب الخفي. في الحلقة الرابعة غنواصلوا الحوار مع الضيف ديالنا الأستاذ برزاق سمح، اللي كان واحد من المؤسسين ديال حركة المجاهدين في المغرب. أستاذ برزاق سمح، مرحبا بك معنا مرة أخرى. دازو دابا ثلاثة ديال الحلقات، كاينة بعض التعليقات كتسول علاش هاد التوقيت بالضبط، علاش خرجتي تهضر على المسار ديال الحركة في هاد الوقت بالضبط. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد الوقت بالضبط يعني مرت تقريبا 10 سنوات منذ الاعتقال ديالي ديال 2012 ل 2022، وما كاين شي واحد في الإخوة اللي يتكلم على التاريخ ديال حركة المجاهدين. كانوا كثير من الإخوة من المتتبعين، من الصحفيين، والاخوات ثاني اللي تلاقينا معهم، خويا علاش ما ديروا شيء تكتبوا على التاريخ ديالكم، لا سيما انه حركه اللي دامت اكثر من 30 سنه وعندها تاريخ يعني في المغرب من الحركات القدام، بيقولوا من الحركات الاولين واللي ما شدت هي الاخرى، يعني بدات في الثمانينات وما سالت حتى القرن 21. يعني هذه كانت مناسبه، واللي كانوا ساهموا كما يقولوا في الحركه لا سيما من المؤسسين، كان فيهم اللي مات يعني الله يرحمه، ما بقاوش يعني بقاو على رؤوس الاصابع اللي بقاو، اللي كانوا من المؤسسين الاوائل لحركه المجاهدين. فتعرف التاريخ كيمشي مع اللي مات، كيدي معه واحد الجزء ديال التاريخ. ربما انا عشت واحد المراحل، كاين بعض المراحل اللي عند اشخاص معينين ربما لا دارهم هو ولا لا، اللي غيقدر يتكلم عليهم اللي مشات معه، فيبقاو دابا هادو اللي عايشين الان يتكلموا على هذا، لان فيها فائده لا بالنسبه للابناء ديالنا، لا بالنسبه للباحثين، لا بالنسبه للدارسين، لا بالنسبه للحركه الاسلاميه وابناء الحركه الاسلاميه والمغاربه ككل، شي عارفوا بانه في المغرب كانت هناك حركه تتبنى الجهاد، تتبنى الجهاد المسلح قبل من حركات كثيره في العالم، يعني قبل من الحركه لا في الجزائر ولا في مصر ولا في يعني ولا جات من بعد جيل القاعدة ولا داعش ولا، لأن كانت كتبنى الجهاد وكانت كتنشط في البلاد، ماشي كتنشط في شي بلاد أخرى. منذ يعني من 81 كنشطوا وسط المغرب بهذه السرية وبهذا الهدف، هو قلب نظام الحكم الملكي اللي أعلن عليه المؤسس عبد العزيز النعماني الله يرحمه. وبشينا على هذا مع الإنسان، مع الوقت وكيزيد الإنسان فهم، يزيد معرفة، يزيد علاقات تجربة، كينقح شي شوية من الأفكار ديالو والأهداف ديالو يعني والأسلوب ديال العمل ديالو، وكيوسع كذلك يعني علاقاته واستقطابه في الناس يعني. فكان هذا هو الأهمية ديال هذا في هذا الوقت، هذا الوقت والزمان هذا يقدر يموت الإنسان وتمشي معه معلومات كبيرة اللي يستفدوا منها، ولا يستفدوا منها الباحثين ويستفدوا منها النشأ ديالنا يعني. كل تجربه كتعطي واحد الزاد، انت كتعطي حصيله ديال 30 سنه كتعطيها لواحد الولد 20 سنه، كيولي العقل ديالو ديال 50 عام ماشي ديال 20، الا استفد منها يعني. فما كيوقع شايف الاخطاء اللي درنا حنايا هاد الشيء في الاول، قلت اودي ياخذ هاد التجربه اللي كنقولوا كناخذها في الاطار الجيوسياسي اللي كان في ذاك الوقت، داكشي اللي كنا كنعرفوا وداكشي اللي كان في ذاك الوقيته كذا، ماشي هو ديال الوقت باش تحكم عليه دابا الان بهذه المعطيات ديال الان والانترنت والفيسبوك وهذا، راه ما كانش في ذاك الوقت، راه ما كانش الحاج جوجل، راه ما كانش شيخ جوجل، ما كانش ذاك الوقت. دابا اللي جيت تعلم كتعرف بزاف د الحوايج، تدخل جوجل كتعرف كاع العالم كله كتعرف، ما في ذاك الوقيته ما كتوصلك الخبر على 3 شهور عادي يمكن يوصلك الخبر ولا يوصلك شيء. فلهذا كتاخذ اللي يكون الانسان التعامل معها والحكم عليها يحول بديك المعطيات ديال ذاك الوقت. حنا دابا حنا كنتعاملوا في هذا الوقت وكنسردوها ويستافد منها الانسان ويستافد، هذا المراد يعني. نتمنى نساهموا ان شاء الله، وهذا خلال البرنامج الجانب الخفي هذا يكون له دور كبير ان شاء الله، نوثقوا المسار ديال هذا الحركه ان شاء الله. في الحلقه الثلاثه خلينا المشاهد اللي متبع معنا عند واحد اللقطه ديال ان انت وصحابك كتجبدوا مشيتوا دخلتوا المجلات السرايا وبغيتوا باش توزعوها، مشيتوا ديتوا السياره اللي كانت مخبيه فيها لواحد بلاصه في عين الشوق، شويه وقفوا عليكم جوج ديال عناصر الشرطه. نعم. كمل لينا شنو طرا. اول بدينا كنجبدوا المجله
كنديروها في السكان حتى تتبالوا لنا جوج ديال البولي زي بالمطر ديالهم ما عرفناهم يخرجوا رغم ان المنطقه خاويه وبعد العصر ديك المنطقه زراعيه ما كيكون فيها لا دراري اللاعب لا والو اللي غادي يمشي لديك المنطقه كيقول الانسان غادي يمشي يدير شي حاجه ماشي هي هذيك يعني فالكون الطوموبيل غادي يقولوا ما غادي يديوها ما والو ماشي شي حد بلغ بكم مثلا لا لا باش ما عرفنا حتى واحد ما عرفناش حنا بدنا مشينا تمايا ما عرفت واحد الطوموبيل اللي دخلات ما عرف اللي معنا راه مشى بحال هادو ما كاينش اللي غادي يعلم يعني طيب هذيك اللحظه ديال انتم كتشوفوا البوليس جايين يعني كتعرفين اش كيتسناكم اشنو قلتوا مع راسكم اشنو دار في دماغك الاخوات يقولوا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد الناس واش نصفيوها ليهم يعني باش يهرب الانسان راه خصك بوليس تضرب انت وياه اما تقتلوه اما قلت لك انت راك عارف علاش شدك راه السجن كنتوا مسلحين لا ما عندناش شي سلاح يعني السلاح غير ربما ديك اللوفي ديال سميتو الكلامونيت اللي غادي يهز بها الا بغى يبدل الرويضه ولا هي اللي كاين ولا كاين شي كلامونيت ولا هذا ولا غادي يضرب به ما عنده شي باش يضرب جاوا قلنا اش كتوقفوا السلام عليكم واش كديروا انا والو هنا شي كتبه ديال المدرسه كنوجدوهم انا نوسعوهم على المدارس يلا نشوف شاف كيشوف المجله كيدور هكا السرايا حركه المجاهدين كيقلب التصويره كيشوف التصويره ديال الصوره ديال الاميره لالا مريم مع الزوج ديالها ولد الفيلالي ومصورين اللي في امريكان هذا في الزواج ديالهم دايرين هذه هي الصوره الاولى يعني كانت في الغلاف ف يعني ما بقاش شيء كما يقولوا التعامل ديالهم ما بقاش يعني ارو لي كارت انا يعني بشوف الصوره هذه كترويج كتشهير بالاميره والزوج ديالها في فعطيناهم لي كارت جبدوا الاخوه لي كارت واش نضربوك لا ودي شاد نضربو دابا راه وحلا معاهم دابا عندها ما ندير تدينا دابا انا لقيت فرصه هربت هربتي وخليتي هربت خليتهم انا واخا شدوا لا كارت لا كارت قلت لها غادي انسان يهرب ويخرج البلاد ديك الوقت يعني ما قدرش واحد هما بجوج ما قدروش يخليهم بجوج يقدروا يقولوا خلا واحد الاخر يهرب له فقال بقى شي شويه عاد تبعني بقى كيغوت غادي بالموتور وتابعني كان على الحرط هذيك الساعه ما قدرش الطريق باش يتبعني كان الحرط وكان شويه هذاك الدرك ديال الكرموس دخلت كيعيطوا شفاره شفاره شدوا شفار وكان دعوه خاويه ما كانش الناس بزاف يعني فاستطعت انا سلتي الله سبحانه وتعالى ستر فلت هوت انا ودزت الزناقي وهوت ما بقاش بان لي الاثار تما ديك المنطقه كنعرفها شويه يعني مشيت للدار ديالنا هزيت الاوراق ديالي الباسبور ولا كارت ناسيونال ديال الطالب هذا المهم الوريقات ديالي هزيتهم هزيت شي حويجات هوت المدينه يعني جيت البيت ديال الاخت ديالي فين كانت مشيت حطيت عندها هذاك خرجت شريت ساك اخر درت فيه حويجات ومشيت يعني تعطل شي شويه عارف الوقت ديال الستيام مشيت في الستيام في هذيك الليله مشيت من سبته مباشره بغيت نخرج على طنجه مباشره قطعت لسبته حتى واحد ما فراسو العائله ديالي باقي ما عرفوش الاخوه ديالي ما عرفوش الاخت ديالي ما عرفتش ما عرفش شنو واقع يعني انا بعيد فين غادي انا غادي نمشي ما قلتش لهم كاع فين غادي المهم قطعت صبحت في سبته هاد في هاد الرحله شنو كنتي كتقول في راسك شنو كيدور في المخ ديالك كنت تسنى انه ربما في الحدود ربما تشد في الحدود كاين انا قريت ديك القرايه انه باقي ديك الامكانيات وداك الشيء باقي ماشي بحال الوقت الان توقع حاجه مباشره كاين يتسد اغلاق الحدود ملاحظه في اللحظه هي تسد عليك في الديوانه ما تقدرش تخرج لا برا ولا بحرا ولا جوا انت ما تقدرش تخرج ففي ديك الوقيته واقع شويه يعني كنت واثق من راسك انك غدوز اي نقدر ندوز لان باقي يعني عندك 24 ساعه ما تدوزش 24 ساعه حتى النعماني الله يرحمه كيقول لنا لو وقعت شي حاجه في 24 ساعه ما تبقاش خوي خرج بعد 24 ساعه يقدروا يسدوا البيبان يعني قبل ما يديرش هذا خصهم يتاكدوا دابا لا كارت شكون خصهم يدوها حتى الكوميساريه والكوميساريه لو يقلبوا هذا ويمشيو يشوفوا العائله ويقلبوا فين كاين واش كاين واش ما كاين شيء كذا دروش بان ربما غادي يخرج كذا وعارفين دابا هذا السيد هذا راه لادريسه ديال المغرب ماشي ديال فرنسا وما عندوش اي اوراق ديال الخارج ولا باقي ما داروش البحث مع الاخرين تيقول لي حنا راه دخلنا من فرنسا ولا يعني كل هذه المعطيات هذه كتخليك بان كاين عندك واحد الوقت واحد لا مارج باش تقدر تخرج فستر الله دوس سبته طبعوا لي دوست عند السباليون طبعت طلعت في الباطو وخرجت وصلت لاسبانيا اللي وصلت لها تكلمت مع الاخ عبد العزيز الله يرحمه لو ديرني صافي راه خرجت
اخو راه تشدوها كاين وكاين وكاين. قال لي صافي سير سير لمدينتك. ديك الساعه كنت كنقرا في مرسي. واخا نرجع بك لهذوك الجوج اللي خليتي مع البوليس. نعم. شنو وقع لهم؟ هما ألقي القبض عليهم، داوهم استنطقوهم، داو الاخوان كيتكلموا على لا تذكروا الاسماء ديالنا يعني. انا لاكارت ديالي ها هي موجوده يعني. الاخوان الاخوان الاخرين تكلموا على النعماني، تكلموا على الحراش، تكلموا على الشريف، تكلموا على بولحية، اسماء ربما معهم وحدين اخرين يعني، هادو اللي معروفين الكبار عطاو الاسماء ديالهم ولات معروفه اللي بعد، وناس اخرين يعني ربما معهم في الصحراء حتى هما ذكروا شي اسماء. هادو اللي غادي تحاكموا في 85، الحكم ديالنا يعني جا في 85 بعد هذا. وهذه المجموعه اللي تمت مجموعه ديال 72، ماشي هي المجموعه ديالنا، كان فيها شي اخوان ديال الشبيبه حتى هما كانوا ألقي القبض عليهم باقي ما تحاكموش، فاحنا زادوا عليهم ولات كلها المجموعه ديال 62، فيها حركه المجاهدين، فيها الشبيبه الاسلاميه، وفيها شي وحدين اخرين يعني. هاد الاعتقالات اللي وقعت اللي شملات اعضاء ديال التنظيم، واش ما اثرتش في التحركات ديال التنظيم من بعد؟ لا ما اثرت والو. علاش؟ لان مباشره النعماني الله يرحمه طبع المجله، نفس المجله طبعها ثاني وصيفتها. نفس العدد؟ نفس العدد، هذاك الاول اللي تطبع وصيفته مع الاخ اللي كان واش الحراش، لا اللي هودوه والحمزه هودوه المليليه، ومليليه دخلوه بالفلوكه، دخلوه للمغرب ووزعوه. توزع في المغرب بدون نعم. في المدن من غير اشكال يعني، توزع مره اخرى. هذيك تيقول لهم دوك اللي شديتو ها هي واحده اخرى. اشنو المدن اللي توزع فيها بالضبط؟ توزع في الشرق، توزع في الناظور، توزع في بركان، توزع في وجده، في زيو، في طنجه، في مكناس، فاس، الرباط، شو الرباط ولا الرباط، دار بيضاء، مراكش، اكادير. والمثير كما يقولوا في هذه القضيه هو انه الاخوان كانوا كيوزعوا في نهار واحد ساعه واحده. شنو السر زعما في هذا؟ يعني الا كان الا ربما وزعتي في شي مدينه، المدن الاخرى غتكون مهيئه امنيا كيترقبوا لا تحطوا الجوامع ولا هذا. ما ملي كتجي خطره وحده هذا ما يعلم هذا، واخا يعلموا يقول لي حتى حنا راه توزعت عندنا وتوزعت في الوقت نفسه يعني. هذا كيعطي واحد الحجم كبير، اولا الحجم التنظيمي منظم، التنظيم منظمين يعني بالوقت ديالهم، يعني كتعطي صوره يعني كتعطي صوره التنظيم هذا منظم وتنظيم محكم يعني. ورغم قدرات قلنا نقول قدرات قليله، ولكن اللي كيكون التنظيم كتولي الاثار ديال هذا العمل هذا كتولي اثار كبيره، رغم انه قله الافراد الامكانيات، ولكن الاثار ديالها كيكون كبير. فالمغرب كله تقلب باش مجله وحده توزعت والناس شافوها وشافوا التصاور والكلام على محرضين. هذا التحريض، هذا العمل الاخر الموازي للعمل المسلح اللي كان كيتمناه النعماني، اللي فيه تحريض كما كانت تدير الثوره، كان يوجد السلاح وكان التحريض، التحريض الفكري، التحريض على الجهاد، التحريض على القتال، الثوره ضد النظام، اش كيدير النظام. هذا هو كانت هاك الموازات، هذا الجانب الاعلامي موازي للجانب العسكري اللي كيوجد ليه باش يصيفط الناس يتدربوا على السلاح. نعم، وكانت منشورات اخرى. نعم، من بعدها جات المجله الثانيه، المجله الثالثه، المجله الرابعه، المجله الرابعه. وسبحان الله من 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 ماشي الصدف، من قدر الله، تقريبا عام بعد 85 في شهر 4 غتكون توزع الرابعه، توزع في مراكش ويتلقى القبض على الاخ في مراكش. يعني عام بيناتنا بين اللي دخلنا حنايا في 84، 85 غيتقبض يتمسك الاخ كيوزع في مراكش. ملي تشد هو في مراكش، وكانت توزعت في مدن اخرى، اللي تشد تشدعي هو، ولكن هو عنده علاقه مع الاخوه اللي ديال الرشيديه، وتعلم شي وحدين اللي تشدوا دابا انطلقت دابا القاء القبض، لان ديجا عندهم كما يقولوا معرفه على التنظيم، على الناس المسيرين، وكانوا يشمشموا يقولوا اللقاء هذا. فتشدوا الاخوان في الناظور، في بركان، في زيو، في اكليم، واحد الاخ في الدار البيضاء ذاك اللي قلت عليه يعني، والاخوان ديال الرشيديه يعني مجموعه كبيره. فانت في 84 تشدت مجموعه 72، لا ماشي 72 كلها، قلت لك احنا محسوبين على مجموعه 72، احنا اعضاء منها مجموعه 72، وفيهم اللي محكوم غيابي، منهم احنا اللي تحكمنا بمؤبد غيابيا. جات 85 او ما تحكموا حضوريا يعني،
ما حنا راه تحكمنا اللي باقي راه هذا اللي بقاو روشيرشي بقاو شي وحدين يعني شي كيدخل دخل الاخ الخطابي كان دخل بشي باسبورات باسبورات بسبيه ديالهم هذا وخرجوه باش يهربوا كما يقولوا اللي كان روشيرشي ولا شي حاجه ديك الساعه هرب لفرنسا يعني خرجهم يعني. هنا جات مرحله اخرى في المسار ديال التنظيم فاش غادي ينتقل للتدريب على تدريب الاعضاء ديالو على السلاح. هضر لينا على هاد المرحله. ربما هاد الاحداث بالتفصيل هكا ما عمري ما ذكرتها او ما ذكرها حتى شي واحد في الاخوان يعني. وهذا بالنسبه للحركه بالنسبه لتاريخها. وكثير من الناس يعني اللي كانوا كيسولوا على التاريخ ديال الحركه ما كيعرفوش عليه بزاف. اولا كان في 84 شوف يلا كان واقع لي انا المشكل باقي ما عرفناش الاحكام مازال ما صدرش حتى 85 باقي ما صدرش الاحكام في 84 قلت لك راه كنا دخلوا الباسبورات مزوره ودخل بهم طيبي ماشي الخطابي هو اللي دخل ورجع مع شي اخوين اللي من اصحاب الرشيديه واصحاب الشرق ودخلوا هما اللي غادي يسافروا معنا تقريبا حنا 18 واحد اللي غادي نمشيو لارناكا في 84 ماشي لبنان في 84 لاول مره كنذكرها وكثير من الاخوان ما كيعرفوهاش شنو درتو بالنسبه لي انا يعني هذه كانت تهيئه باش نمشيو للبنان لان ما نساوش بان في 82 كان الاجتياح الاسرائيلي للبنان يعني كان سد النفوذ البحريه وباش تدخل كان يعني كان كما يقولوا شادين الوثائق يعني ما تقدرش تجي تدخل وحتى الاخوه في لبنان يعني قالنا ودي ديروا شي شويه فهما كانوا جاو عندنا احنا سافرنا لارناكا في قبرص معروف يعني الجانب التركي كان هذا لارناكا وجانب اخر يعني تصور انت 18 واحد من المغاربه وكتشوف علي زيميغري غادي توريس وتمشي لارناكا تمشي عندك 5000 فرنك اللي تعطى كل واحد يعني هذا بالنسبه للوطيل من غير البي غنقول من بعد شكون اللي كان مول هذه القضيه هذه يعني ف 500 فرنك اللي فيها الوطيل الماكله والدوره لكل واحد يعني اما البي كان مخلص وتكلف النعماني هو اللي مكلف بالقضيه على طريق بن بله الله يرحمه رئيس الجزائري اي رئيس الجزائري السابق هو اللي كان مول يعني عرفناه من بعد يعني ف جاو اللي كنت كنسق انا والفلاح اللي كنا مسؤولين يعني داروا لنا مسؤولين على الاخوان تفرقنا مجموعات ما جلسناش كل شيء في وطيل واحد شي تفرقنا على الوطيلات تمايا احنا كما يكونوا كنحاولوا شويه على الفلوس ما نمشيوش شاي اللوكس ما ناكلوا شاي الماكله احنا غرضنا هو نجي جايين ندربوا الاخوان جاو عندنا من من من, من لبنان لا تكلمنا معاهم تناقشنا قالوا لي الظروف شويه ماشي هي هذيك لان الظروف متشده كانوا غادي يدخلونا بفلوكه يدخلونا من لارناكا يدونا للبنان يدخلونا هاد المسافه هذه كلها كاين الاسرائيليين اللي في البحر ما يقدروش يخليوك تدوز كانت مغامره واعره يعني ما قدرنا شيء ما قدروش هما يعني على امننا حنايا وعلى هذا قالوا ودي الافضل انها تكون مره اخرى تأجل بين قوسين هذا الشيخ اللي كان الشيخ الملاوي محمد هذا الشيخ هذا هو اللي كان الرابط بين عماني وبيننا هو اللي كانت عنده العلاقه معاه من قبل يعني وكان زارنا هذا الشيخ هذا زارنا لفرنسا قبل من 84 كان في 83 زارنا وانا اللي كنت مكلف به انا اللي كنت كندور به في السياره ولا كان كلفني النعماني قال لي ودي تهلا فيه فيما بغى يمشي شي بلاصه انا كنت كنف فقلت هذا هو اللي كان الرابط هو اللي كان كما يقولوا الوسيط بين النعماني وبين هذا فقلت النعماني هو اللي تكلف بالليبي وتصورت بشي من فرنسا كتشوف لي زيميغري يعني مشبوه القضيه يعني هذا هما اللي غادي التوريست غادي التوريست لارناكا كيمشيو ليها الناس ما شاء الله يعني كتبغي شويه الفلوس المهم دوزنا واحد 10 ايام حتى 15 يوم كان معنا المهم كثير من الاخوه كما قلت لك كاينوا شي اخوه اللي دخلوا من المغرب دخلوا بديك الباسبورات مزوره وجاو خرجوا معنا جاو لارناكا ما تمش الامر رجعنا 15 يوم تقريبا هكاك رجعنا وكاين بعض الاخوان اللي رجع للبلاد لما ما تمش الامر دخل رجع للبلاد هذه المرحله الاولى هذه 84 اللي ما تمش الامر يعني ثم جاء السفر الثاني
ديال 85. المرحله هذه غادي يمشيو الاخوه يمشيو نيشا للبنان اللي تقريبا فيها شي 20 واحد، وهي كاينه شي وحده اللي قلنا الباسبورات ودخلوهم ومشاو. طيب كنتيش معاهم؟ لا ما مشيتش انا، كان رسلني يعني النعماني صيفطني للبلاد، دخلت للبلاد رغم انني روشيرشي وكذا، صيفط كان عندي شي. واخا غادي نهضروا عليها ولكن كمل لينا على شنو داروا في لبنان. ما مشاوش مجموعين، مشاو مجموعات، مشاو في ترانات، ما مشاوش قضية الطيارات، لان باش تشوف الوقيته دابا ديال لبنان، لبنان ما بقاش الفلسطينيين اللي عندهم ديك السيطره والايمان، خرجوهم من بيروت، ما بقاش. اللي كان معروف ذاك الوقت ان الفلسطينيين اي تنظيم عالمي بغى يدرب فين غير بنادم غيمشي؟ غيمشي عند الفلسطيني يدربوا في لبنان. لا ليرا ولا لي بريغاد روج ولا سميتهم ديال ليرا ديال اسبانيا والبريغاد روج ديال الطليان، لا ليرا الايرلنديز وديال سبول هذا سمي لي باسك، يعني جمعيه يدخل كل كان كيدربوهم يدربوهم الفلسطينيين. الان ما بقاش فلسطين، جراو عليهم كما كشفتوا في 82 كاع خرجوهم جراو عليهم يعني. فبقات هذه العلاقه ديال اللبنانيين، وغادي يمشيو غيمشيو لطرابلس ماشي لبيروت. بيروت راه باقا مهيمنه عليها الاسرائيليين. طرابلس هي اللي كان فيها داك الشيخ الملاوي والشيخ شعبان، لان هذه المساله هذه اللي غنتكلم غنقولها الان ربما كثير من الناس ربما انتم ما كتعرفوها شيء. كيف يعني في طرابلس كانوا اهل حماه اللي كان جرى عليهم الاسد وضرب لهم المدينه ديالهم وقتل فيهم شي 30,000 واحد، خلى الاخرين هربوا، خرجهم هجرهم. هجرهم فين؟ استقروا في طرابلس. فولادك تعاقل مع الاخوه السوريين مع اللبنانيين عايشين تما يعني، ومع الفلسطينيين ايضا اللي مستوطنين تما يعني. فكان هذا الجمع هذا الخليط هذا اللي من بعد غادي يشكل خطر، لان السوريين غادي يهجموا على، شوف سبحان الله القدر. الاخوه مشاو لطرابلس كما قلت لك، مشاو في الترانات مجموعات غادي تصوفوا من فرنسا دوز الطاليان، تزود بلغاريا دوز تركيا دوز لسوريا، من سوريا تهود يعني، سفر طويل عناء يعني. وصلوا تما بداو كيدربوا اليامات الاولى. الاخوان كانوا كيظنوا بان التدريب هو غتمشي يعطيوك السلاح تبقى تنيش وتعلم التيري وترجع بحالاتك. التدريبات العسكريه ماشي هي هذه، التدريبات العسكريه راه كما يقولوا اللياقه البدنيه، ويديروا لك اشياء يعني. يشوفك انت دابا جاي كتقول من حركه اسلاميه، وكنت من حركه اسلاميه وبغيتي تقاتل النظام وبغيتي تقاتل بالسلاح وبغيتي تفجر وبغيتي دير كذا، شوف بعدا واش تقدر تحمل على التعذيب الاختطاف، لا تقدر تطيح في يد النظام. الاساليب ديال التعذيب اللي غادي يديروا لك، واش غتصبر ليها ولا ما تصبرش؟ لان هادشي كان دوزوا على الاخوان، تدوزوا عليهم كما قالوا الجوع الحبس السليخ يعني، دوزوها عليهم هذا كل يعني. هذه ما تقبلهاش كثير منهم، اللي ما تقبلهاش اللي اضطروا ما قال لهم بجو حالاتنا نرجعوا بحالاتنا حنايا، ما بقيناش باغيين يعني. فهذه المده هذه من بعدها مباشره دخلوا السوريين كيضربوا في طرابلس. تصور انت غادي للتدريب تولد القنابل والصواريخ كتهود عليك يعني، صواريخ راه ماشي صواريخ بسيطه، راه نتكلموا على اللي كنتكلموا على الحرب ماشي بحال اللي تعيشها، اللي يهود عليك الصاروخ تشوف عباد الله مشلخ، هذا طايره يديه هذا طايره رجليه، ومهود البنايات كلها كتهود عليك. فالخوف كيرعبك انت عاد زدفت دير بنايات قداش هي كتهود فيها الصاروخ كتزعزع البنايه، فهو ما تحملوش هذا من غير داكشي الاول اللي قلت لك ديال التعذيب والاستنطاق والتعلاق والتجويع، تضطرهم انه يجوعوهم الماكله كاين جوج مرات اللي كياكلوا. تصور انت معود كتاكل صباح وغدا وعشاء وفطور، وليت دابا الماكله وكما يقولوا عام البون بحال عام البون، كيعطيوك شويه بشويه بالمخبيه. فاضطروا الاخوان يحطوهم في واحد البلاصه مدارس، دابا تخلطت، دابا في الاول كان كمعسكر يتدرغوا فيه، الان ولاو حتى الاهالي كيجيو حتى هما باش يتدرغوا هرباني من ديورهم ودخلوا. فتخلطت، قال لي ما ودي الامر دابا باش ما تخلطوش، الافضل انكم تمشيو بحالاتكم تخرجوا. كاين مجموعه منهم حمزه، منهم خالد، منهم بولحيه، اللي ما صبروش على هذا التعامل هذا، ولاو كيسرقوا الماكله في الليل. الاخوان دايرين المخزن باش يوزعوا على الجميع، تينوضوا هما كيسرقوا باش ياكلوا، ما يقدرش يتحملوا يعني.
الاخوه طار لهم قال واش هاد المعاملات اللي كتعملوا حنا هادشي راه ديال الناس ماشي ديالنا ماشي ديالكم نتوما حقكم كنعطيو ليكم فكيفاش هاد قال لهم خفوا خرجوا علينا يعني جراو عليهم جراو عليهم هما حتى هما كانوا راغبين لان ملي وصل لهم كما يقولوا اللي كانت نيته الغدر خرج قبل الاخوان يعني خرج منهم حمزه منهم عمو خالد منهم بولحية منهم وحدين اخرين هادو خرجوا في الاولين شو واش كان في راسهم كان في راسهم شي حاجه غادي نعرفوه من بعد اي من بعد لان كانت وخاص اسمح لي نسولك واش مشاو بخاطرهم ولا فرض عليهم النعماني باش يمشيو هو ماشي تقريبا فرض لان دغيا تقولوا انتم كنت تهيئوا الجهاد وبغيتوا تجاهدوا جات الفرصه خصكم تمشيو انا هيئنا وتكلمنا مع الناس مشيو كاين اللي كما يقولوا بزز غادي ما قد يحشم يحشم يقول لا هاي تسمى منافق هذا يعني فكان بزز فوق الطاقه ديالو يعني كيبزز عليه وغادي لهذا يعني جات ديك كما يقولوا ديك الصدمه تما ديال الضرب وكذا وبدا منفجر ولا بدا يبان على الحقيقه ديالو اللي كان صادق راه صبر اللي غادي على الجهاد عرف الجهاد اش فيه جهاد راه فيه تعب وفيه معاناه وفيه صبار وفيه هذا فكثير من يعني على رؤوس الاصابع يعني اللي ما قبلوش يعني وكانت ردت فعل ديالهم كما يقولوا لئيمه طيب سي سمح في ذاك الوقت تزامنا مع تدريبات في لبنان انت صيفطك في واحد المهمه للمغرب اشنو المهمه اللي عطاك هي كانت مهمه دعويه نتلاقى مع ناس ندير معهم علاقات كذا ربما توطئ لانه ربما يسافروا حتى هما ويخرجوا يمشيو يدربوا ولاد يعني ولكن قبل كيفاش دخلتي وانت روشيرشي هو الدخول كان عن طريق مليليا كاين اخوان اللي كيدخلوا ما كاينش اي حدود مزيره كما دابا يعني كاين مناطق ما كاينش كاين فرخانه كاين بلاصه اخرى كدوز على رجليك يعني كاين بارير كتبين لاكارت ناسيونال وتدوز كان شي صعيب بحال الان يعني كان يعني كما يقولوا مفتوحه يعني كندخلوا ونخرجوا ما كاينش اشكال الا كاين شي اخوان كانوا كيخدموا في مليليا هذه مهمتهم يعني هو الباساج كانوا يخدموا ويجيب السلعه ولكن دوروا ملي يجي شي واحد كيدخلوا هذه مهمته وكان هذه ملي كيجي شي واحد باغي يدخل كيسهلوا لهم الامور عارفين الطرقان كيدوزوك يعني من صافي عاد دوز النادور عاد تفوت تمايا راك دخلتي المغرب ما كاينش اشكال يعني دخلتي بالهويه ديالك لا 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 ما كتدخلش بالهويه ديالك يعني تدخل الهويه ديالك انت لا دابا درت الهويه جديده يعني الباسبور ديالك ما كتدخلش به كتدخل بكارطه مصوبه مدرحه كما تنقولوا هي باش يمكن لك تدخل اما ما تدخلش بالوراق ديالك الوراق يا اما كتحطهم تما يعني كنلقاو شي بلايصه كنخزنوا فيها الباسبور خذ في لاكارت ناسيونال حطها لان باقي ديك الساعه الباسبور ديالي باقي ساري المفعول 84 ما غيسالي حتى 85 حطيته في بلايصه وكنبقاو عاقلين عليها لان الاخ اللي كيمشي ويجي عارف البلايص يقول لك اودي راه نديروها خزنوها في هذه البلاصه تنكون جاي راجع عاد ناخذوه دخلنا وكيبقى يتنقل الانسان بلاكارت كما قالوا مصوبه مدرحه كما كنقولوا بالارغو ديالنا دابا كمل لينا شنو هي المهمه اللي كلفك بها النعماني هي كانت علاقات عامه مع بعض الناس في الدار البيضاء بعض الاخوه اللي تلاقيت بهم والدعوه يعني مثلا التحريض على القتال على الجهاد على انضمام للحركه والحركه راه امل بالنسبه للمغاربه ان مواجهه النظام وهذا النظام خصو عير مواجهه المسلحه والقتال والغايه هو قتل الملك كما فعلوا المصريين يعني قتل السادات واقامه دوله اسلاميه يعني فلا بد من لا بد من انتشار كما يقولوا في الارض لا بد من نشر الوعي ولا بد من تدريب التدريبات هي ان كيخرج الانسان على برا الساعه باقي ما كاين شيء الجزائر ما كاين شي علاقات ولا هذا كاين غير هادي وكاين افغانستان ولكن افغانستان كان الاخ النعماني ما كيفكرش انه يصيفط ليها لان عقليته هو مع المغرب لا تدرب لبنان كيدرب باش يدخل المغرب ماشي باش يقاتل في شي بلاصه اخرى لهذا حتى الاخوه اللي صيفطهم لبنان بنيه انهم يدربوا ويدخلوا للمغرب اللي غيكون القتال ماشي في بلاصه اخرى هذه هي فكرته هو يعني ما بغاش يقاتل في شي بلاصه اخرى رغم ان الجهاد الافغاني كان في ذاك الوقت ولكن ما مشاش ما كيفكرش فيه يفكر في المغرب هذه نيته نعم غادي نوقفوا عند هذا القدر بالنسبه لحلقات اليوم سي سمح شكرا لك مره اخرى على رحب الصدر ونتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله ان شاء الله في الحلقة الماجية مشاهدينا الكرام غادي نواصلوا مع السي سماح شنو غادي يوقع بعد ما
غبر الامير ديال التنظيم في عام 1985، شكون غادي يخلفو واشنو غايديروا الزعماء الجدد باش يدبروا على تمويل ديال هذا التنظيم. كونوا في الموعد، مع السلامه.